Ya Mustafa
Ya Rabbi Nur Muayyad.
Bacaan Yasin dipandu Ustaz Zainul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim qaumun musrifun. Waja'a min ansar madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. أأتيت من دوني آلهة إن يرد الرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا شيخة واحدة فإذا هم خامدون يا غسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما لقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مقدرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها خبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون فلا يشكرون خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وإما لا يعلمون وآية لهم الليل نسرح منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل قد عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسكون وخلقنا لهم من مثله ما يرغبون وإن نشأ نغرقهم ولا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا كنا متقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا كنا لهم أتقاكم الله قال الذين كفروا للذين هذا الوجه إن كنتم نور وطلع ولو باي ولو نمبا أبو فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سهول فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وابتغوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأني بدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اجروا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نظلم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن هو من ينكس في الخلق أفلا يأكلون وما يمنع سرع ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وفي كل قول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مقتدر فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة وإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال لن يحيي الهدام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو كل خلق أليم الذي جعل لكم من الشجر الأكبر نار فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Allah.
الغضب عليه النبي Nala saadat
Tak bawa sendiri ya. Makan deh kering dia main. Ketemu bapak nih. Mau ngajar orang Dorong-dorong merek apa mana merek apa mana. Dit. Ayo mangguin dulu. Bun. Ngombeu longgo. Napa ni? Anu ni pak tire. Mustafa al-Muhtar bidahil.
Allahumma ya Rabbana 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 ya
Oh,
ini